بكوش نفهموه بالطرف، ما اللي هو صغير نفهموه على الخبز هذيك شو اسمها، وعلى كيلو مقرونه شو اسمها، وكيفاش يخدم الفلفل، كيفاش يخدم الطماطم، كيفاش ينتج، كيفاش ينجم يعيش، فهمت كيفاش؟ يعني ندربوهم بالطرف بشوي بشوي لين ولوا يفهموا اكثر ما اللي يتكلموا، ثم فكيش يفهموا اكثر ما اللي يتكلموا.